اختي خواتاتي، السلام عليكم. مازال في الاول ميضا ميسيو بونجور، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقولي مازال ما اشتركوش في القناه تاعي، اشتركوا في القناه تاعي ويدوق عزل الجرس هكذا يجيهم منبه كي تكون فيديو جديده. جو دي سو كي سون باكو رابوني كي سابونا ما شان اي زاكتيف لا كلوش كوم سايزو ان نوتيفيكاسيون سي دي نوفو فيديو. نقولكم ديونا جام، ديونا كومونتير، بارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده على الجميع. باش تعمل فيديو في المقدمه، نقولكم دعموا هذه القناه بالاشتراك فيها، باستمر في البث ونشكركم كثيرا. في هذه الفيديو تحدثكم على البطوله الانجليزيه بريمير ليغ، أين لعبت البارحة مقابلة وأجريت مقابلتين، وكذلك نعطيكم برنامج المقابلات الذي ستجرى غدا إن شاء الله. المقابلة التي لعبت البارحة بين فريق نيوكاسل وليفربول انتهت بتعادل 0-0. أما المقابلتين إيفرتون ومانشستر سيتي وفريق توتنهام وفولهام أجريت هذه المقابلتين. نعطيكم جدول الترتيب. في المرتبة الأولى فريق ليفربول يحتل المرتبة الأولى ب 33 نقطة، المرتبة الثانية فريق مانشستر يونايتد ب 30 نقطة، المرتبة الثالثة فريق ليستر ب 29 نقطة، المرتبة الرابعة إيفرتون فريق إيفرتون ب 29 نقطة، المرتبة الخامسة أستون فيلا 26 نقطة. أما المقابلة التي ستلعب غدا إن شاء الله، إيفرتون يتقابل ضد فريق وستهام على الساعة 6:30، ويمكن مشاهدة المقابلة أمس سبور واحد وكانال بليس سبور. المقابلة الثانية بين فريق مانشستر يونايتد وفريق أستون فيلا على الساعة 9 ليلا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمس سبور واحد وكانال بليس سبور. نعطيكم جدول ترتيب الهدافين. في المرتبة الأولى فلاعب صالح من فريق ليفربول عنده 13 هدف، فلاعب المرتبة الثانية اللي تعود إلى لاعب دخل فارديوين من فريق إيفرتون وفاردي من ليستر وسونهام من توتنهام عنده 11 هدف. المرتبة الخامسة اللاعب بامفورد من فريق ليدز وفرنانديز من مانشستر يونايتد عدم 10 اهداف. نقولكم هذه الفيديو خلاص، نعطيكم موعد في الفيديو القادم. جو دي كسات فيديو لي تيرميني، جو دون رونديفو لا بروشين فيديو. يكم السلام عليكم، قال خير.